عودة من جديد في برنامجكم الأسبوعي 95 دقيقة حول كل ما يخص شيخ الأندية التونسية ترجي تي في. كنا تحدثوا على فريق كرة قدم والتعادل البارح 1-1 في توزر. نرجع للمباراة هذه لأولاد البارح بما تعديل النتيجة في آخر دقيقة السبب متاعه هو التعب وسلسلة المباريات المتتالية وربما أيضا زاد العشب الاصطناعي أرضية الميدان قلقتكم ودير شفوا ما شوية أضرار بعد المباراة. خلينا نشاهدوا هذا التقرير ونشوفوا الأضرار اللي بتاع الملاعبية بعد لقاء هذا ثم نرجع نتحدث. أنت من شبيه ساقك؟ والله بو عندي دي زامبول في صوابعي فيو التيران اللي لعبنا عليه سانتيتيك بتاتر دوزيام ولا تروازيام جينيراسيون مع سخانة يقلقوا برشا لي زورتي مش الكا انا بركة برشا الولاد اليوم برشا جوارات عندهم نفس البروبليم هذيك اون دو فير افيك ما عندناش حل اخر ونبا دي شوا. حسين انت كي خالد عندك دي زامبول من تيران سانتيتيك اليوم ولا لا؟ Ouais, un peu, mais ça va. C'est surtout, voilà, c'est la fatigue avec la chaleur et tout. On a la chance on enchaîne les matchs, mais on a la chance, comme je t'ai dit, d'avoir un staff médical qui est prêt, nous, et le préparateur physique qui fait du bon travail. Parce que franchement, ce qu'on est en train de faire, nous, les joueurs, on pourrait rien faire si derrière nous, il n'y avait pas tout ça et tout. Et je voudrais vraiment leur tirer un grand coup de chapeau, parce que malgré tout ça, on arrive à enchaîner les matchs, même si aujourd'hui, on fait un match nul. Je pense que c'est dommage parce que quand tu gagnes 1-0 à l'extérieur, tu dois pas prendre ce but, surtout vers les dernières minutes. Ma tira synthétique a lâché barça ou sخانه زيد ou comme a حكيت المره اللي فاتت apparemment كملنا الماتش فمش اسابيت واكيد قلق احنا ولفنا ديما بالغازون دونك طرطون قلقنا اليوم الحمد لله باقل الاضرار وباش نواصل المشوار نتاعنا ان شاء الله. بالنسبه للغدوه شنو هو برنامج اللاعبين باش يكون راحه ولا فما ديكراساج؟ والله كيما شفنا اليوم بعد ما كملنا الماتش لي جوار عملوا سيونس دو ريكوبيراسيون ومعنا لي بان دو كلاس غدوه روبو دونك نهار الجمعه سيونس انترينمون ا 15 ان شاء الله ليفكتيف الكل موجود ومو باش نحضروا ماتش تاع ملعب جيمز ان شاء الله. امينو Je reviens vers toi. On a entendu les joueurs dire qu'ils avaient des ampoules au pied hier après la fin du match. Oui. Toi aussi, tu as eu des problèmes au pied. Oui. Parle-nous un peu. Le terrain synthétique, ça vous a gêné un peu avec la chaleur? Oui, pas de chaleur, non, pas de tout. Ça parce va, que toi, moi, chaleur. Je suis habitué, à ça. Oui. Ça ne pas trop, mais les ampoules, oui, les ampoules, malgré les ampoules, ça a dérangé beaucoup de joueurs. Il y a foule, tous ces joueurs-là ont eu des ampoules. Bon, c'était impraticable, le terrain n'était pas du tout facile aussi, favorable pour nous. Et le terrain était chaud, pourquoi Oui. Le synthétique, il gêne. Oui, ça gêne, donc ça fait rebondir le ballon. Donc, d'où tu attends le ballon, ça n'arrivait pas, ça freine le ballon, tu vois. Donc, le terrain, la pelouse synthétique, elle dégage de la chaleur. Tellement de la chaleur, tellement. Et malheureusement, ça va maintenant tes pieds. Il faisait chaud hier et avant-hier, donc ce n'était pas du tout facile. Donc, en fait, quand vous arrivez. On t'a pas mis dans le bain de glace après? Non, pas du tout. Tu es épargné, toi, de ça? Non, souvent, j'ai le face aussi. J'ai le face. دريس احكي لنا انت كيف تيران سنتيتيك شفنا حسين الراقد كيف برونزي كيفك مسكين لاخر دقيقه البارح في الليل هو مزين احمر وتعب وقالوا لنا طلعوا لهم امبيل في الصباح من التيران. اي بالطبيعه كما تعرف التيران ترتون قديم على الاخر يولي كي تضرب فيه شمس يولي كل سخانه. اي برشا سخانه برشا مساكن الاولاد ولا مساكن اللي لعبوا من الاول ولا وتبدلوا توماس بدري ما تلعبوش بكرامبو عادي. بتبيع ما تنجمش تكبر النجم حتى يلعب باكاديمي كرامبو عرفت هكا سبيدري من كس مسخانه الحمد لله معناها خرجنا من غير ثبات هذيك الباهيه كاو ان شاء الله معناها يفيقوا على رواحهم ويعملوا لنا برشا تيرانات باهيين خلي الكره في تونس تتحسن خاطر هكا امبوسيبل باش تحسن الكره في تونس بالتيرانات هذوما. نرجع للجوي نتاع نهايه الموسم في البطوله. تشوف البارح كيف في توزر صحيح. تشوف في لقاءات في جيبس كيف تشوفوا يمنعوا الصحفيين باش يدخلوا يصوروا تشوف حتى فيلم تلوي كيف زاد تشوف الاجواء
سي دوماج خويا. دوماج بالحق. والله سي دوماج كي تشوف الكرة في تونس ولات هكا ماتش كرة هو تربح ولا تخسر معناها هذيك قانون الكرة ماكش معناها كان كاتب لك ربي باش تطيح باش تطيح كان كاتب لك ربي باش تصير شامبيون باش تصير شامبيون معناها ما عندك ما تعمل زيد هذا غالب يعملوا في حكايتك كي ما يخليوش الصحافة تصور قبل شكون يتمنى باش يجيه التلفزة باش تصوروا توا شكون ولاو هما يجيو ما يخليهمش يتصوروا باش يربح ماتش معناها وليه وتشوف كيفاه بداية الموسم كيفاش بداوا يستقبلوا في الصحفيين بداوا كيفاش الأجواء وبعد في الاخر تبدل الدنيا كل ثم زادها تعيش الاجواء هذيا اللي يمنعوا الناس الكل باش تدخل وبعد ليكيب يدخل يقول لك ماكش رابح احنا عانينا منها لتوا الهاندبول ما يتعداش في التيلي مازلنا مغمقاوش حل الديربي اللي بارتيت شوك معناتها كونتر ليتوال كونتر الحمامات ما يتعداوش في التيلي ما فهمتش علاش شليقة وحل في اقرب فرصة خاطر بدينا خاصة كرة اليد ما هي المنورة معناها المنتخب كرة اليد هو اللي منور تونس على الساحة العالمية في بطولة العالمية جوز اولمبيك ونبقاو تونس كرة يد في معناتها تونسية منورة لافريقيا الكل بالطبيعة مش حتى كان تونس بركة وتشوف نيفو دي جوار معناتها في تونس معناتها قراب ياسر للنيفو انترناسيونال كونتر معناتها كان نلعبوا كونتر فرنسا كونتر المانيا ما نتخلقوش تربحنا المانيا ويمنعوا فينا من معناتها من ليزانترفيو ما يجوش يصورونا تخيل معناتها لي بارتي شو كونتر لو كلوب كونتر ليتوال ما يتعدى منه حتى شيء خاطر كل واحد يجبد لروحه الجامعه تحب فلوس الشين يحبوا يصوروا بلاش شو اللي يقاو حل وكاو خاطر تو باش يدخل في البلاي اوف تخيل انت بلاي اوف من غير ما يعديش برشا معناتها عباد مغرومه بكره اليد برشا عباد حتى من غير جمهور الاسبيرونس معناتها عباد ابار الجمهور الاسبيرونس ولا الاتوال ولا الكلوب يحبوا يتفرجوا كره اليد خاطر كره اليد رياضه محبوبه ما يقاوش وين يتفرجوا سي دوماج انا نقول سي اون تو كاو خاطر من بعد برشا على النيفو انترناسيونال خساره اخو عندنا ثلاث سنين تو نعيشوا في اجواء معناها رياضيه بون مقارنة مع البلدان الاخرين يمكن يعملوا ثورة اللي ما عادش الرياضة نتاعهم وقفة جملة احنا على الاقل ها مازلنا نلعبوا ولكن ظروف صعيبة ياسر كيف نفس الشيء في الكرة الطايرة يا مروان ما عنديش برشا مشاكل صحيح تو باش نرجع لانيس الهاندبول معناتها وصول العالمية معناتها مش بنك في بولار احنا لي ميديا معناتها يلزموا يتعدى معناتها لازم ياخذ حظه 100% علاش حتى اخطا كل شيء حتى الغرام تاع الاولاد الصغار معناتها لي بيبينير باش تلقى كيف نحن زاد المشكله في الفولي بون احنا نورمال معناتها ما فماش برشا ما عندناش برشا حقوق بث وهذه تعدى مشاكل ما عندناش برشا احنا شويه قعدت مشاكل نقول لك فيش مشاكل اللي نقص برشا النيفو هو في التحكيم يزربي تراش الفولي ولا معناتها مع كل احتراماتي ليهم انا خلطت على قدم ونعرف جدد معناتها حكيت مع سعد مجيد قلت له راه النيفو طاح برشا نتاع لي زربيتر حتى لي زربيتر ما عادش فما برشا هذاك اللي خلق برشا ما في الماتش شويه يخلقوا برشا تو شفنا في النيفو نتاع الشامبيون دافريك والشامبيون دوراب تتلهى كان باللعب تصير ماكسيموم كان يعمل لك فوت اثنين بالبرشا احنا ساعه انا شفت بارتي لي توار كيفاش صار كيفاش هكا اللي صار شوف بارتي سي اس اس اللي في صفاقس الاربيتر زفر بارتي لي توار اللي في الزواوي في الزواوي قبل البطوله العربيه فهمتني قلت شوف البارتي في صفاقس معناتها لعبه زفر وفات ومن بعد عاود ارجع معناتها كوره هذا يلزموا يلقاو له حل خاطر في تونس قاعدوا معناتها باش يقفوا على دوز اربيتر باش يدوا لك معناتها يلزم يلقاو حل يلزم ريسيكلاج ساق ويلزم فورماسيون ترجع من الاول جديد هذاك علاش قلت لك في لي ميديا كي يتعدى برشا حاجات تتبدل ديما كي يتعداو في التلفزه ديما كيما نتوما بالطبيعه مش كيما ما نشوفكم حد وتقعدوا وحدكم حتى الاخطاء معناها تقعد تتنسي فمش رقابه باش ما يفتح عليك حد ما يقول لك لا وكذا كل شيء هانو كيما قال وقت الاعلاميه وقت كل شيء ظاهر امينو تو ان كلوب فافوري اون اوروب وي C'est qui? C'est le Real de Madrid. Le Real de Madrid, aussi. Je vois le Merengue. Et donc, tu as regardé le match hier, Atlético Madrid-Barcelone. Oui, oui. Tu étais pour l'Atlético, bien sûr. Oui. C'est le voisin de. C'est le voisin du Real. Voilà. Et c'est l'ennemi du Barça. Voilà. Donc, il fallait qu'eux y passent. زوز
سيرتو اللي خرج من سيدي انيس ديريكت تعمر بعدها باش نرجعوا نحكيوا على ذا انا جو تانفيت ونصدقكم الكل باش نرجعوا المباراه هذيا ما يشاهدوها لكن يشاهدوكم انتم البارح كيف في نزل الاقامه في توزر الطياره تاخرت بساعتين وكانت فرصه لكم باش تقعدوا تفرجوا في مباراه هذيا قمه الكرة القدم في اوروبا وفي العالم بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه البارح اجواء اللاعبين كيفاش تبعوا المباراه ونشوفوا كل واحد لشكون يميل نتفرجوا تعب ولا منرفز خاطر البرسا خرجت نادا لو برسا دو فاصون سي الفوتبول اون ا فيو يا بلو دو بيتيت ايكيب فوالا لي غراندز ايكيب سورت اون ا فيو شي نو ان ليغ دي شامبيون تاع الاهلي تو تشوف البرسا فوالا سي كوم سا لو فوتبول اي ايفولو اي لو تان اي باس دونك اي فو توجور ريستي كونسنتري بور سيز ايكيب لا اي سي ان اكزامبل نو سي اون دو سيف سو زون اكزامبل دو كونتينيو فوالا يا دي غروز ايكيب كي تومب اي تو Après, pour ce qui est nous, on est fatigués. Après, voilà, Barça, ils ont perdu, c'est dommage pour le spectacle. Mais bon, l'Atlético méritait plus aujourd'hui sur l'envie. Je vois que vous êtes un peu nerveux, vous avez un peu de mal à faire la Barcelona. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas Barcelona, je n'aime pas Real Madrid. En même temps, juste... Je suis un peu I'm very happy because I'm not a Barcelona fan. In the past years, I think they dominated Europe, and now I think it's not their chance. So, for me, I'm very happy. I'm very happy they are out. I hope Chelsea will dominate Europe in the coming years. I'm just praying because I'm happy for them for their win yesterday and their hard work. I think as a player, I've also learned something. So I just. Keep it in mind and work hard. Je pense maintenant en derrière c'est la demi-finale, maintenant la quatre finale c'est sortir. Je pense Barcelone a besoin de le nouvel sang. نرجع مع كريم ماريسون فول ونترجم لكم بايجاز اللي قالوا قال اللي هو فرحان اللي البرسا خرجت ويتمنى انه تشيلسي تعدى تفوز نهائي بالشامبيونز ليغ فهمنا انتماء لتشيلسي مع بكره بمايكوليسيان او في بيريود هذيك ولا اما نرجع انا على الطاوله تو حسب ما فهمت ثلاثه على اربعه يحبوا الريال مروان انت باش تكون مغرب الريال اربعه على اربعه انا غرمت انا ما كذبتش اربعه ميرينغي على الطاوله انا ليكيب اللي شدها مورينيو ونتلهى بها تو مع تشيلسي راهو اي لا ما لا مغروم بالريال انيس انت مظلي اقل ما نقول لك يقولوا مغروم بالريال انيس انا اول كيبتي عندي ريال مدريد وبعد بقيه العالم اما لازم تفهم حاجه للريال مدريد معناتها ما نجمش نقارنها بحتى كيب سورتو اللي تاريخها قبل كل شيء 24 مره توصل ديمي فينال شامبيونز ليغ وبرشلونه في حياتها كل 23 مره تاخذ الشامبيونز ليغ احنا ديمي فينال 24 مره تشارك معنا في الشامبيونز ليغ 23 مره تشارك في الشامبيونز ليغ ريال مدريد 24 مره ديمي فينال الشامبيونز ليغ ايوه ريال مدريد اختار مرات فريق القرن وهز 9 مرات الشامبيونز ليغ اما هو جاكم منافس جديد كان الديربي مع الاتليتيكو فرصه ربما هذا باش ناخذ خمسه دقائق نحكيو شويه على الشامبيونز ليغ بطولات اوروبيه خلينا نعملوا كيف على زيد والله منافس جديد لاتلتيكو كان ديربي ولكن ما كانتش فما منافسه كبيره تو لاتلتيكو والله كان معناها كان ديربي قوي بين اتلتيكو والريال تو الناس قلت لهذا برشلونه ما هو من اقوى الديربي معناتها اتلتيكو والريال كي كبسنا عليهم سنين عطينا مره بلاش اما من بعد عملوا رياكسيون في الريال 2-2 عملوا 2-2 لعبوا بارتي بي اما تو تخوف خاطر كريستيانو رونالدو تضرب اي جمعتين تدخل 14 يوم عنده دي شيرو في السكيوت يتبعوا اكثر من بابا ان شاء الله يرجع في الريتور تاع الشامبيونز ليغ فهمت سورتو اللي تو بنزيما مش في فورما مشكله اما عندنا الملك مدريش مدريش انا مغروم مدريش مدريش مريض وعندك ودي ماريا زاد في التكتيك دي ماريا زاد رجع من ضربه مش انشيلوتي شابي الونزو بيفو وحده دور اليور دي ماريا و دي ماريا ومدريش هاي يلعب بيل على اليمين بنزيما القدام وذاك شفنا تو الفرق الكبرى هذا باريس سان جيرمان وريال مدريد كي غيب النجم الفريق ابراموفيتش وكريستيانو رونالدو شفنا الريال كونتر دورتموند معناها
كانت تقريبا تنجم انت معناتها يعدلوا معناها يمركوا لنا الثالث ونجموا نمشيو برلونغاسيون ما تعرفش عليها سورتو هاك ريتم بنزيما قاعد ضايع انا برجولي مره واحد معاه في انا مشيت تفرجت في ريال وبرشلونه في بالك مشيت تفرجت فيهم في استاد كي مارك البونت الاول ومارك البونت الثاني انا هو الكلاسيكو الاخر الكلاسيكو الاخراني في بالي بارتي نتاعنا كل شيء بعد يخرج راس راس يضربها في الجارديان مارتين صابت علينا بارتي اللي وقتها ما اي ما تنساش زاد الاربيتر ما قصرش زاد لا زوز بينالتي لا لا هي راي برشلونه ذكرني في جمعيه في تونس معلش كان ما تجيش بينالتي ما تربحش الماتش ما فهمتهاش والله ونهدي تعرف روحهم نهدي 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 كي تقول ذكرني بجمعيه في تونس معناها تقارن في جمعيه هذيك بالبرسا زاد على البينالتيات نحكي لك زيد نقول لك انت معناها ترشح ترشحوه نعملوا مسابقه ذا العباد تبع فينا زعما شكون الجمعيه في تونس تربح كان بالبلانتي طلع خلينا نطلع احنا ما قلنا شيء ما نعرفوش زيد قلت لك معاذ بن شريفه زيد نهنيها على الترشح نتاعو زيد شنو هو يحب برشلونه هو يحب البرسا نهنيه ونهني زيد خويا عندي خويا الكبير مهبني خويا معاذ مسكين زيد تنحالوا الجارديان فالديس مع تشوا في الكاش بنتو يا حاله هذيك بنتو كان يمشي شد معز ولا خير من بنتو والله خير لا بالحق زي ما نقولوا فيها بتفضل والله بالرسمي والله بالرسمي معز بشري في خير من بنتو لاعب عليك ساقي شد خير منه 35 وحياته كامله دوبلور معناها ما عمره ما كان امينو بارنو ان بو توا لو ريال كي سو كاليفي بور لي دومي فينال ريست ماتنو تشيلسي كي شكون اللي قعدوا الاخرين مع تشيلسي تشيلسي بايرن والريال والاتليتيكو Et toi, tu souhaites qui pour les demi-finales? Atlético, Chelsea? Mais ils sont déjà en demi-finale. Tu sais jouer contre qui? Le Real contre qui? Le Real? Oui. Je préfère Chelsea. Chelsea? Oui. C'est peut-être le moins fort des trois, oui. C'est vrai. Je préfère Chelsea parce que... On a d'abord une revanche contre Atlético. J'espère aller en finale. Atlético, oui, revanche. Atlético, aller-retour, tu aller-retour, aller-retour, Atlético, on aime se faire. Parce que là, ça serait déjà la finale de la Champions League. Quoi, Minou, tu disais? Quand c'est les deux Madrid qui se rencontrent, ça serait la finale de la Champions League, ça, parce que ça serait un match engagé. Oui. Pourtant, si le Real rencontre le Chelsea, ils vont se rencontrer avec Chelsea en finale. Oui, moi avec Mourinho qui revient contre son ancien club. Oh non, au match amical, il avait demandé le match amical contre Chelsea, je pense, au début de la saison. Mais Mourinho connaît bien le Real Madrid. Donc oui, il connaît bien le Real Madrid. Et avec la présence de Cristiano Ronaldo et la méforme de Benzema, c'est très difficile. Mais pas comme tu penses. Ah bon? Oui, c'est. Tu as confiance? Oui, j'ai confiance. Parce que le Chelsea que j'ai vu avant-hier, ils ne sont pas tellement en forme. ادريس تتلموا ديما تفرجوا ماتشويت هذوما قمه اللقاءات في اوروبا دو كيب كل ما بعضكم تفرجوا ديما كي نبداو معناها مرتاحين في ستاج ويبدا معناها عندنا الوقت باش تفرجوا بطبيعه نشيخوا على بعضنا نقعدوا نتفرجوا حتى ستاف خليكم ساعات ماتشويت وفي يوم اخر بيان سور خير لا يفهم اخر ما كنتش نبداو من بعد ماتش هكاك نجموا يخليونا ما قبل ماتش صعيب برشا ما يقولكمش كيما كرول تاع المدرب يقول لعب طريقه كرول طريقه لعب تاع كرول تقرب برشا بالكشي البرشلون ما يقولكمش كرول تفرجوا شويه في اللقاءات هذوما بيان سور لازم تتعلم منهم برشا تعمل فيزيوناج تشوف معناها شكون اللي يلعب في البوست نتاعك ما تبعوا مليح فهمت ما باش نوصلوا للنيفو نتاعهم اول حاجه لازم انت على سيرتك شكون نصلحوا نصلحوا التيرانيت شكون تحب جاريت بيل على شكون يعرف في العالم ايه رونالدو رونالدو كريستيانو نمبر 1 رونالدو المعلم بعده خويا مودريتش مودريتش ملات. بارك الله عليه صحيح انا ما نقولوا فيه وذاك انشيلوتي دو ماجير قال هذاك باش يكون معناها باش نبني الفريق اوتور دو مودريتش عمناو اللي كان على البنك وقال مورينيو كان مشى لبرشلونه وقت خذيت حب تاخذه برشلونه كان مشى لبرشلونه خمس سنين كان عامل كونترات قال كان يمشي لبرشلونه خمس سنين برشلونه تهز كل شيء في الاوروب كل خاطر ينقصهم كيما جوار كيف هو كيف هو يلعب كل شيء مزيد اللي عندهم كل شيء يلعب قال نلعب مليون كل شيء يمين يسار كل شيء مليون ماشي غارانتي في السبور ايه مريض وليه ومع توتنهام مدريد كان يلعب اكثر القدام مؤخره شويه هذاك علاش يلعب بيفو يلعب كل شيء هو في الميليو تشوفوا اولا بالو بي غير عادي تكنيك ما يخسرش كوره ما يخسرش كوره جمعه لي باسي عنده بسيط وصحاح و لو نيفو سي لو نيفو في فتره من فترات كنا باش نلعب بنفس الطريقه نذكر
كي الدراجي وهيب المساكني يلعبوا بيفو واحد حسين الراقد معاه دراجي وهيب المساكني قدام، كنت تشبه شويه للتكتيك هذا. شويه مش برشا شويه. خاطر ريال مدريد تلعب لاتاك رابيد ماك تعرف، ما عندهم رونالدو وبيل زوز. نضحك شفت نضحك. زوز مش نورمال نتاع جري هكا هو لازم يلعب لاتاك رابيد. نحن عندنا تكنيسيان تحبوا شدوا كوره كي تحبوا تحتفظوا بالكوره بالطبيعه نعملوا لها. يعطيكم الصحه الاولاد، حكينا على الفريق كره قدم، حكينا على المباراه توزر ومباراه لاتيتيكو مدريد والبارسا زاد حللنا المقابلات هذو الكل. نشكركم كنتوا حاضرين معنا. امين بوبا تو ميرسي ديتخو لا بيان فينو تاريج تي في بون شانس بور لا سويت افيك ليسبيرونس اي بور لا كوب دو موند افيك لو كامرون. ميرسي ميرسي دريس، يعطيك الصحه كنت حاضر معنا. احنا هكا باش نكونوا كملنا مع الكرة القدم، وتوا باش تحطوا مع ضيوفنا مروان الفاري وانيس بن محمود على فريق كرة اليد. انيس المحمودي. انيس المحمودي على فريق كرة اليد وفريق كرة الطائرة. نخرج الفاصل الشهيري ونعود. اي صدق هذا